السلام عليكم ورحمة الله. سوف نكتشف اليوم معجزة عليها 19 في سورة مريم. سوف تنبهر أخي الحبيب بهذا الإعجاز المذهل الذي يتجلى في هذه السورة العظيمة. سورة مريم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، هذه هي الآية الأولى، وسنكتشف الآن سرا من أسرارها بعد قليل. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وهكذا حتى نصل لقصة مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا إلى آخره، حتى نصل إلى آخر آية في قصة مريم، ذلك عيسى ابن مريم. إذن هنا أول مرة تذكر اسم مريم وهنا آخر مرة. ثم تنتهي القصة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. سورة مريم رقمها 19 في القرآن، انظر معي رقم سورة مريم كم؟ رقم سورة مريم في القرآن هو 19. احفظ هذا الرقم جيدا لأننا سنكتشف معجزة تقوم على العدد 19 بطريقة مذهلة. أول شيء أخي الحبيب، كم عدد آيات قصة مريم؟ من عند واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى ابن مريم، كم آية؟ لو قمنا بعدها سنجد 19 آية، سبحان الله. من واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى ابن مريم 19 آية، نفس رقم سورة مريم 19. هذه أول مفاجأة، أن الله جعل قصة مريم هنا تتألف من 19 آية، نفس رقم سورة مريم. الشيء الأكثر إعجازا هو في عدد كلمات سورة مريم، انظر معي، هذه كاف ها يا عين صاد، هذه ليست كلمة لأن ليس لها اشتقاقات وليس لها جذر لغوي وغير موجودة في المعاجم، إذن لا نعدها، نعدها كحروف، هذه حروف نورانية أو حروف مقطعة. نبدأ العد من هنا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وهكذا نتابع، نعدها كلمة كلمة، والواو نعدها كلمة حتى نصل إلى آخر كلمة، هنا سيكون رقمها 1083. من أحب أن يتأكد، برنامج إحصاء القرآن موجود على موقعنا. انظر أخي الحبيب، عدد كلمات هذه السورة المباركة 1083 كلمة، كم يساوي هذا الرقم؟ انظر معي الإعجاز المبهر، 1083 يساوي، انظر، 19 ضرب 19 ضرب 3. إذن عدد كلمات قصة مريم هو 19 مضروب في 19 مضروب في 3. كيف جاء هذا العدد؟ إنه معجز بكل معنى الكلمة. 19 الأولى هي رقم سورة مريم، تمام؟ 19 الثانية هي عدد آيات قصة مريم، 19 هنا، هنا 19. والثلاثة، ما هو الثلاثة؟ هو عدد مرات ذكر مريم في سورة مريم، ذكرت 3 مرات، المرة الأولى هنا رقم 1، والمرة الثانية هنا في قوله تعالى. إذن عدد كلمات سورة مريم هو 19 في 19 في 3، لأن اسم مريم ورد 3 مرات، المرة الأولى هنا والمرة الثانية هنا، عندما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، طبعا نستخدم الرسم العثماني هنا، وهذه المرة هاي 2 وهذه المرة 3. فإذا الله عندما أنزل سورة مريم، انتبه معي أخي الحبيب، جعل
رقمها 19، والقصة تتألف من 19 داخل هذه السورة المباركة، وعدد كلمات سورة مريم، هنا عدد كلمات سورة مريم هو 19 في 19 في 3. سبحان الله. الآن الشيء الأكثر إذهالا فعلا، بما أن هذه السورة اسمها سورة مريم، واسم مريم يتألف من 4 حروف، ميم راء ياء ميم. طيب كل حرف كم تكرر؟ انظر معي أخي الحبيب، حرف الميم سنكتب هنا ميم راء ياء ميم. انظر معي، لو درسنا حرف الميم كم مرة تكرر في سورة مريم، يعني مثلا ذكر، طبعا هنا في القرآن مكتوبة هكذا ذكر رحمتي بالتاء، هذا الحرف الميم رقم 1 زكريا. نعد الميمات فقط، هذا 1 أيضا مكانا نعده، هنا مريم 2، يمترون نعده، نعد كل حروف الميم في السورة فنجد 287 ميم، 287 ميم. إذا عدد حروف الميم في السورة لو عددناها حتى يدويا حرفا حرفا سنجد 287 ميم. طيب كم راء لدينا؟ نعد الراء، هنا ذكر 1، رحمتي الراء 2، ربك 3، عبده زكريا 4، إلى آخره، حتى نصل آخر مرة هنا ركزة، سنجد عدد حروف الراء بالضبط 167، 167 تمام، عدد حروف الراء. الآن الياء كم حرف؟ الياء 342، 340، 42 ياء هنا. يعني لو عددنا حروف الياء، طبعا بما أننا نعد الحروف يجب أن نبدأ من هذا الحرف هنا، أما عند عد الكلمات نبدأ منه، لأن هذه ليست كلمة، هذا حرف، هذه حروف مقطعة. فهذا الياء رقمه 1، الياء الثانية زكريا هنا 2، وهكذا حتى نصل إلى آخر ياء في السورة سنجد العدد 342. والميم هنا نفسه 287، 287 حرف الميم. طيب كم مجموع هذه الأرقام؟ لو قمنا بجمع الميم الراء الياء الميم في سورة مريم سنجد رقما يساوي 1083. هذا هو نفسه 19 في 19 في 3. سبحان الله، بطريقة معجزة. يعني فعلا أنا حتى الآن دماغي لم يستوعب هذا الإتقان وهذا الإعجاز، كيف في سورة واحدة نجد عدد حروف مريم 1083 حرف هو نفسه عدد كلمات سورة مريم، عدد الكلمات يساوي عدد الحروف. هذا شيء معجز لا يمكن أن نجده في الطبيعة أصلا، وليس فقط في الكتب. سبحان الله. الشيء الأكثر إعجازا أيها الأحبة أن اسم عيسى هنا ورد مرة واحدة فقط في سورة مريم، اسم عيسى ذكر مرة واحدة فقط في السورة. طيب لماذا وضعه الله هنا؟ لو قمنا بعد الكلمات، انتبه معي أخي الحبيب، هذه معجزة دقيقة جدا، من ذكر رحمة نفس الطريقة 1 2 3 4 كذا كذا حتى نصل إلى ذلك، سيكون رقمها 361 هذه الكلمة التي تسبق اسم عيسى. 361 ماذا يساوي؟ انظر المفاجأة الجميلة، انظر الإتقان، تساوي 19 ضرب 19. بالله عليكم، يعني هل هذه مصادفة؟ يعني الله عز وجل أنزل هذه السورة المباركة، وضع 19 في 19 كلمة، ثم جاء اسم عيسى. لاحظت معي الدقة؟ من اسم عيسى إلى آخر السورة لدينا كم كلمة؟ من هنا إلى هنا لعند ركزة
لدينا 722 كلمة يساوي 19 ضرب 19 ضرب 2. عيسى ابن مريم 2. انظر معي، يعني اسم عيسى هنا له مركز مميز في سورة مريم. قبله 19 في 19 كلمة طبعا، ومن عند عيسى لآخر السورة 19 في 19 في 2. انظر إلى هذه الدقة، كيف ركز القرآن، وضع هذا الاسم المبارك في موضع مميز. الشيء المذهل جدا حقيقة أن اسم عيسى هنا على مستوى القرآن، يعني أنا القرآن لو بحثنا عن اسم عيسى نجد أنه تكرر 25 مرة. أول مرة في سورة البقرة وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم، وهكذا. إذا عددنا اسم عيسى في القرآن نجد أن عيسى هنا رقمه 19 بين 25 مرة، يعني اسم عيسى تكرر في القرآن 25 مرة. نفرض هذه رقم 1 2 3 4 هكذا، سنصل إلى هنا نجدها 19، نفس رقم سورة مريم ونفس عدد آيات قصة مريم. سبحان الله، هذا الأمر معجز بطريقة رائعة جدا. أنا لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، ولكن هناك ليس مئات آلاف التناسقات الرقمية، كلها تقوم على الرقم 19، كما قال تعالى عليها 19، ثم قال بعد ذلك في سورة مدثر لماذا 19؟ قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. انظر معي، عليها 19، ثم قال بعد ذلك ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. فهذه المعجزة، معجزة 19، هذه المعجزة الهدف منها أن يستيقن الذين أوتوا الكتاب، الذين ينكرون أن هذا كلام الله. وبالتالي تأتي هذه الدقة في الحروف والكلمات وموضع اسم عيسى عليه السلام في القرآن وفي هذه السورة، لتشهد على أن هذه السورة هي من إنزال الله تبارك وتعالى. لا نملك إلا أن نقول الحمد لله الذي حفظ كتابه وقال فيه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والآن أخي الحبيب، ماذا عن كاف ها يا عين صاد، هذه الحروف التي حيرت الباحثين والعلماء؟ هذه الحروف تتعلق، هي حروف نورانية. نحن لدينا عدد سور القرآن، انتبه معي أخي الحبيب لأننا سنكتشف معجزة مبهرة. لدينا عدد سور القرآن هي 114 سورة، عدد سور القرآن، وهذا العدد هو 19 في 6، يعني له علاقة بالعدد 19 على فكرة. يعني عدد سور القرآن هو مضاعفات لعدد 19. والقرآن أنزل على 7 أحرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الرقم 7. انظر معي الآن إلى هذه المعجزة اللطيفة. لو قمنا بعد حروف الكاف والهاء والياء والعين والصاد سنجد ما يلي. انظر معي أخي الحبيب، طبعا عندما نعد هذه الحروف، بما أنها حروف تشير إلى إعجاز القرآن ككل، يجب أن نعد الحروف في كل السورة بالإضافة للبسملة أيضا، وهذا المنهج موجود في القرآن، منهج عام. فنجد وفق هذه القاعدة أن حرف الكاف تكرر 137 مرة. هنا دعوني أكتب حرف الكاف 130 37 مرة، حرف الكاف. وحرف الهاء 175 زائد 175 زائد حرف الياء تكرر 343. طبعا لماذا 343؟ لأننا عددنا ياء هنا، ياء الرحيم، لأن هذه الحروف تتعلق بالقرآن كاملا فينبغي أن نعد الحروف كاملة. وحرف العين 117، العين هنا 117. وحرف الصاد 26، حرف الصاد 26.
انظر معي، دقق هنا. إذا جمعنا هذه الأرقام، يعني جمعنا حروف الكاف، الهاء، الياء، العين، الصاد، سنجد عددا، انتبه معي، 114 ضرب 7. سنجد هذا العدد 114 مضروبا في 7 هو عدد حروف كاف هاء ياء عين صاد. سور القرآن، السور مضروب بحروف القرآن، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. والله أيها الأحبة، يعني هذا الأمر محير بالنسبة لكل من يفكر أو يتفكر في دقة هذه الحروف. أنا هنا سأعطيك ملاحظة أخي الحبيب، أن لو فكر أحدا أن يأتي ويغير حرف واحد من سورة مريم، يعني مثلا في سورة مريم هناك آية تقول يا أخت هارون، هنا بين هذه الآيات يا أخت، هكذا بالرسم العثماني، هارون، ما كان أبوك امرأ سوء إلى آخره. انظر معي، بعض المشككين اعترض، قال لماذا لم يقل القرآن يا مريم، لماذا لم يقل يا مريم؟ طبعا حسب الرسم العثماني هكذا، الألف هنا لا تكتب، يكتب مكانها ألف خنجرية. لو أن أحدا فكر أن يأتي لهذه الآية ويقول أنا سأغير يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية عندما خاطبها قومها وهي تحمله، لو أحد فكر وكتب يا مريم، ما الذي سيحدث؟ كل هذا النظام سينهار بالكامل، سيختل عدد حروف السورة، لأن هذه كلمتان، سيختل عدد الكلمات وهذه كلمة، سيختل عدد الحروف، حروف مريم، سيختل عدد هنا 361 سيصبح 362 لأنه نقص كلمة. كل هذا البناء المحكم سيختل إذا غيرنا كلمة واحدة من سورة مريم. فما بالك لو تم تحريف القرآن بالكامل، كم من الأنظمة الرقمية هذه ستختفي. لذلك مثل هذا النظام يشهد على دقة كلمات الله الذي قال، انظر معي بعد هذا المقطع، لابد أنك بدأت تتذوق معي معنى قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.